رجعنا لكم مرة تانية، واتمنى الحقيقة ان الفقرة دي تخلص على خير من غير خناق. فيلا بينا نبدأ فقرتنا ضرب حر. طبعا انتوا عارفين ان الفقرة دي تحديدا بتكون مساحة لينا نعبر فيها عن مشاكلنا، ومساحة للفضفضة ونطرح فيها مشاكلنا بكل صراحة. وموضوع ضربتنا الحر النهاردة هيكون عن سؤالنا: مع ولا ضد سفر البنت بدون أهلها، سواء كانت سفرية شغل أو سفر للترفيه عموما؟ وهل فكرة سفر البنت بدون رقيب طول الوقت هيساعد في تكوين شخصيتها ولا هيعرضها للخطر أكتر؟ فخلونا نرحب بضيوفنا. مي مصلحي رحالة وبلوجر سفر، وهي طبعا بطبيعة شغلها بتؤيد فكرة سفر البنات. وكمان معانا الأستاذة مي الحسيني خبيرة تجميل ومعارضة للفكرة. أهلا بيكم، منورين. عاملة إيه الأخبار؟ كله كويس؟ كله حلو. نبتدي بايه؟ نبتدي مبدئيا عايزين نحط قواعد لهذا النقاش. لازم يبقى في قواعد، مش هنقطع على بعض، مش هنتخانق، عايزين نوصل صوتنا. طبعا انا هادي اهو. في هيبقى انا حاسه ان لا، بهدوء في الاول. كل واحده تقول رايها. ابتدي مي، رايك في سفر البنت لوحدها؟ اوكي، انا مع جدا، لان انا ابتديت الموضوع ده من زمان قوي، يمكن من وانا عندي 18 او 19 سنه. شايفه ان هي حاجه اساسيه لاي بنت، ان هي ده بيساعد في كل ما كان بدري كل ما كان احسن. ده بيساعد في تكوين الشخصيه، الطريقه اللي هي بتتصرف بيها، نظره المجتمع ليها كالست او المراه عموما ككائن دايما محتاج حد يعتمد عليه. لا، شايفه السفر هي اول حاجه بالذات لوحدها يخليها كائن مستقل بتعتمد على نفسها، مش دايما محتاجه حد تتسند عليه، مش دايما في حد كده يعني يكون هي كائن مستقل لوحده. فالسفر من اول حاجه بيعلمها هي موضوع الاعتماد على النفس، الثقه في النفس، بيغير الشخصيه كلها. طيب استاذه مي. لا، هو انا ضد، بس اللي عندي كذا سبب. هو انا مع مي في جزء من اللي هي قالته، ان البنت محتاجه ان هي تعتمد على نفسها. بس ممكن كل دوت يحصل وانا استيل معايا حد ان انا اثق فيه، ان في حد في ظهري لو في حاجه اعرف الجا له، حتى لو هو مش ملازمني طول الوقت. انما فكره ان انا ابعت بنتي في بلد تانية او محافظه تانية او بره مصر اصلا لوحدها، وخصوصا لو سنها صغير، لا طبعا ده مش صح. سنها صغير اللي هو ايه؟ يعني احنا بنتكلم برضو على بدايه السفر، دي ما بيبقى ليها سن اكيد، مناسب يعني أكيد. ايه السن الصغير؟ بصي، يعني مثلا انا عندي بنتين، الكبيره فيهم داخله في 11 سنه. بيجي لي وقت اللي هو رحلات السكول والكلام ده، لا انا مش معاها، مش مع المدرسه. ما بتديش؟ لا ما برضوش. ما برضوش خالص. يعني انت مثلا شايفه ايه اللي هيحصل؟ هو ممكن يكون خوف زياده، بس هو مش خوف زياده، بحكم ان في حاجات تانية كتير جدا هم كأطفال مش شايفينها مش عارفينها. في خوف من المجتمع، في خوف من الناس، في خوف من الجريمة، في خوف من العدد بتاع المسؤول بيكون كتير. بس انت متخيلة مخاطر الخوف اللي انت حطاه عليها وفي دماغها وهتكبريها بهذا الخوف؟ يعني انسب سن. لا، انا بعود ده في حته ثانيه. لا، ما انت عشان تديها الامان برضو محتاجه تشيلي منها كل الخوف ده. انت مخوفاها من حاجات كتير قوي، ده انسب فرصه ان انت تحاولي تكسري الخوف ده، انها طالعه مع مدرسه. ده كان هي دي بدايه اصلا. ما انا هقول لك على حاجه، ما هو سلبيه الموضوع اكبر من ايجابيته. يعني لو لا قدر الله حصل حاجه، وافتراض ان هو حصل حاجه، هتبقى هي دي المشكله الحقيقيه. انما الحاجات التانيه اللي بنتكلم فيها دي احنا نقدر نعوضها. يعني انا لما بمنع رحله من المدرسه بروح انا تاني يوم اوديها اوديها نفس يعني المكان. يعني خلينا نقول يا مي انه انت ضد سفر البنات لوحدها، خوفا عليهم من اللي ممكن طبعًا يحصل في طبعًا السفر طبعًا. الا وهو اللي هو كل حاجه النهارده، كل حاجه يعني بنسمعها، كل حاجه بنقراها. يعني السفر مش بيحصل مثلا لو هي رايحه مول في التجمع، ان هي لوحدها في بلد لوحدها، لو لا قدر الله تعبت، لو حصل حاجه، لو حصل لها حاجه هي مع الناس اللي مسافره معاها مشكله، هيبقى في مين كبير؟ هيبقى في مين يرجعوا له؟ مين يقف جنبهم؟ لا طبعا كل ده لازم يتحط في الحسبان. هو سايبين لك الراحه. يعني هو بص يا جماعه، بس انا معاكي جدا، نقاش بينكم يعني، عشان انا مش عايزه اتناقش ولا نقول اميره خالص. بلاش احنا خالص، اتفضلي قولي حاجه هنا. لا بصي، انا معاكي طبعا في الموضوع، كل حاجه انت بتقولي عليها، بس هي الفكره الموضوع بيبقى ليه ابعاد ثانيه. اوكي، انا النهارده هبعت بنتي رحله في المدرسه، انا مش هبعتها موزمبيق، مش هبعتها زامبيا مثلا. انا هختار كويس قوي البلد اللي انا ببعت بنتي اول مره فيها، بلد تكون امان، بلد تكون قريبه مني، ساعه طيران او ساعتين طيران اقدر اوصل لها. احنا سنه 2023، فكل وسائل انت لو عايز تعرفي بنتك فين على التراك، انت ممكن تبقي مراقباها 24 ساعه. يعني مش هقول لك بقى زمان كنت كل يوم ادخل ابعت لمامتي ايميل وادور على سنترال اكلمها انا واخواتي. طبعا كنت بسافر لوحدي، كان معايا اخواتي الاول. مع تطور وسائل التكنولوجيا والواتساب وكده ابتديت اخد خطوه ان انا اسافر لوحدي.
فانت تقدري تراقبي بنتك 24 ساعه مع المدرسه. كنت لسه هقول لك ان هي تبتدي اصلا مع المدرسه ومع الجامعه وبعدين تكمل، لان انت في اكتر من حد تقدري تتواصلي معاه، تقدري هي توتالي مش لوحدها، واحده بواحده تتعودي انها تسافر لوحدها. طيب موضوع ان انت مش واقفه انها تسافر مع مدرسه مع وجود ناس مامنه على حياتها، طب ما هي كده هتكبر عندها حته هي خايفه من اللي حواليها اكوردنجلي. لما انت تاخديها معلش انا اسفه، لو هي في المدرسه مثلا كل ستيب انت بتعمليها معاها، في الجامعه نفس الموضوع، لما تكبر طب بعد كده انت متخيله ازاي ان هي تبقى فرد في المجتمع، مسؤوله عن بيت، هتتجوز، هيبقى عندها اولاد، وهي اعتمدت عليكي في كل حاجه. فده هيرجع لاهم حاجه السفر بيعلمها واللي انا اتكلمت عليها في الاول، هي الاعتماديه على النفس. هي طلعت دلوقتي مرتبطه بيكي في كل حاجه، لا مش هسافر مع المدرسه بس هسافر مع مامتي، طب هتفضل مع مامتي لحد امتى؟ فدي حته الاعتماديه اللي انا اتكلمت فيها. فاحنا بقى بنضحك على الموضوع ده بحاجات ثانيه، ان انا اسافر بلد، في بلاد زي مثلا زي دبي، دبي في كل حته من اول ما تنزلي المطار لحد ما ترجعي كاميرا في كل مكان، فده معدل الامان. الناس هناك لو رحتي هتلاقيهم بيسيبوا العربيه مفتوحه، ممكن واحد ينزل يصلي الجمعه يسيب العربيه مفتوحه، راكن جنب البيت او داخل مول سايب العربيه مفتوحه، متخيله نسبه الامان واصله قد ايه في البلد دي؟ وساعتين طيران بتبقي هناك. فهي بتبتدي كده واحده بواحده لحد ما انت تطمني وتقدري تسافري مع بنتك لوحدك او تسيبيها تسافر لوحدها او براحتك، الموضوع براحتك. ما هي ابتدت تقتنع ولا ابتدت تقتنعي مثلا؟ مش اقتنع، مش هسيبك، مش هسيبك بنتك. لا هي كلام مي في جانب كبير جدا، يمكن عشان هي لما ابتدت تعمل كده زي ما هي قالت الاول كان في اخوات وفي ناس بتسافر معاها، ما كانتش لوحدها خالص. بس انا حابه اقول حاجه مهمه جدا، اختلاف الوقت والزمن عليه عامل كبير جدا. النهارده مش زي زمان، النهارده يعني احنا صغيرين في المدرسه ورحلات المدرسه، وانا كنت من الناس اللي بروح رحلات المدرسه، بس النهارده مش زي زمان. لازم برضه نحط ان الدنيا اتغيرت والمجتمع اتغير، معدل الجريمه نفسه اتغير، كل حاجه بنقراها على الفيسبوك والسوشيال ميديا، كل ده انا بحط في الاعتبار. طب انا هسالك حاجه معي، انت مامتك او باباكي كانوا بيمنعوكي ان انت تسافري في سن معين، او ما كانوش بيرضوا ان انت تبقي لوحدك او كده؟ يعني الاحساس ده مثلا عندك من زمان ده كان بيتطبق فعلا؟ لا انا كنت بروح رحلات المدرسه كلها. طب اتفضلي. ماما وبابا ما كانش عندهم مشكله في ده، انما ما فكره ان انا اسافر لما اكبر لوحدي في محافظه تانية او في بلد تانية عموما بره مصر كمان، لا دي كانت اصلا مش مطروحه. يمكن يعني عشان كده برضو هي عادات وتقاليد، هي طبعا عادات وتقاليد متوارثه اكيد. خلينا نروح لجزء تاني خلاص. مي انت مش موافقه ان بنتك تسافر لوحدها تحت اي ظرف، تمام؟ حتى لما تكبر شويه، حتى لما تكبر شويه. لا سن المراهقة ده أخطر بكتير من حلوة. إن هي تسافر كمان وهي طفلة. أكيد أنت طبعا كأم قريتي في التربية وعندك معلومات كافية في التربية إنك تبقي عارفة إن سن المراهقة الحاجة اللي بيتقال عليها لأ بتتعمل، لو حطاها ومكلبشة إيديها هتعملها. أكيد هتعملي إيه في سن صعب زي ده، في تمرد المراهقة، لما بنتك كل صحابها هيبقوا يسافروا لوحدهم وكذا وأنت بتخليها ما تسافرش، هتحميها بقى إزاي من إن هي تعمل حاجة من وراكي؟ بصي هند، وانا مبدئيا بتكلم في كل حاجه معاها من وهي صغيره، حتى كانوا زمان يقعدوا يقولوا لي ليه كل الاسئله بتقولي طب ما تشخطي وخلاص والكلام هيتنفذ. لا انا بحب اتكلم واقنعها عشان هي تبقى بتعمل ده وهي فاهمه هي بتعمله ليه. فانا مش همنع السفر وهحبسها في البيت، انا همنع السفر وهسفرها نفس المكان ونفس كل حاجه. هي مش هيبقى عندها عائق ان انا اللي معاها او اصحابها اللي معاها، لان لا يا مي هي عايزه تسافر وتتفسح، ولا هي عايزه تسافر مع اصحابها؟ بصي هقول لك على حاجه، انا كنت مراهقه وكنت قاعده بره مصر، وكنت بسافر مع اهلي كذا بلد تانية، وكنت بسافر مع اهلي هنا في مصر، بس انا كنت عايزه احس بنفسي، كنت عايزه احس بمساحتي الشخصيه، ان انا قاعده مع صحابي وكبيره وبصرف انا في السفريه معايا بادجت معينه. في سن مراهقه كل واحد عايز يحس بنفسه. اكيد طبعا. طب انا هسال، عايز اسال مي سؤال. هي مش فسحه. هي مش فسحه. انا عايز اسالك سؤال، لو انت عندك ولد هترفضي ان هو يسافر سفريه لوحده؟ هرفض برضه. هو المبدا مش علشان ولد ولا بنت، وزي ما انا قلت لك في الاول خايف. هو خوف من المجتمع ومن الناس، مش بس المجتمع المصري، خوف في العموم. البنات مش يعني البنات او الولاد عموما، الشباب وسن المراهقه اللي هند اتكلمت عليه ده مش افضل وقت ان انت تسيبي السن ده لوحده بدون مراقب، حتى لو مش هتسيطري عليه. وبعدين انا فكره الحرمان لا دي مش مطروحه، انما بسافر يعني عايزه تسافر هنسافر، عايزه تتفسح هنفسح، هنعمل اللي هند بتقوله بس هنا جوه البلد مع اصحابها تخرج. انا مش هلازمها طول الوقت، هسيبها تخرج وهديها حريتها وهتعيش سن المراهقه كل حاجه، بس مش لازم ده يبقى مرتبط بان انا اسمح لها تسافر بعيد عني بلد ثانيه، يبقى بيني وبينها طيران حتى لو ساعتين او ثلاثه. يا مي مي
فكره في مبدا الطياره دلوقتي بقت ساعتين يا مي، ساعتين والله ساعتين وصلت مع انترنت على الطياره انترنت البلد اللي بيها. بس لا هو ممكن على فكره يكون في ناس كتير جدا اكيد طبعا زي مي عندهم فكره طبعًا. انه عادي اكيد، ما هو احنا جايبين مي ومي النهارده علشان وجهتين النظر. طيب لو بنتك ان شاء الله ربنا كرمها وجات لها فرصه كويسه جدا في التعليم انها تسافر بره مصر عشان تتعلم عشان تبني نفسها عشان يبقى معاها شهاده احسن، في اللحظه دي برضو هتقولي لا؟ لا مش هقول لا، بس ممكن يبقى في حل ان انا او بابا نكون معاها او مفيش حتى ده. لو مفيش غير انها تسافر لوحدها حتى في السن ده، حتى في سن لا. شغل او دراسه او كده برضو مش لا. هتبقي لا لا انا شخصيا لا هرفض رفض تام. انا عايزه اقول لك ان انا يعني في الموضوع بتاع الخوف ده لا انا بخاف، انا من الشخصيات الخوفة جدا. طبعا ده فكرك وكل حاجه بس صدقيني انا ده رايي. انت هقعدي نحللها الحلقه هقول لك حاجه انك تبقي مامي ومسؤوله عن على فكره انا مامي، ممكن انت تبقي بتقولي كده على نفسك. لا حبيبي انا ام وعندي ولدين وبسيبهم يسافروا، محتاجين نقعد مع بعض. بسيبهم يسافروا من وهو عنده 12 سنه، بسيبه يسافر وبيطلع كامبات والسنه اللي فاتت سبته يسافر المانيا لوحده. بس انا متابعه وعارفه هو ده بقى، انت بتديله الثقه الكامله. الخوف بيولد خوف عند الطفل، ده رايي طبعا وان شاء الله نغير لك وجهه نظرك. مي انا عايزاكي تردي. ردي انت قلت كل حاجه. لا يعني انت شايفه الخوف الزايد ده ايه اثره؟ هو طب احنا ليه باصين على الخوف بس، ليه مش باصين على حاجات تانية؟ اصل بصي هو السفر بس مش جرايم وقلق وخوف وهي بتعمل ايه دلوقتي. ما انت بصي ان هو هيتعلم حاجات تانية. بصي لو قعد في البيت ولا ميت بيت ولا مدرسه ولا جامعه هيعلموه الحاجات دي، شخصيته نفسها. يعني انا مش عايزه ادخلك في مواضيع كتير بس هحكي لك كميه حاجات حصلت في السفريات. انا شخصيا لو تشوفيني مثلا من 6 7 سنين، مش انا اللي قدامك دي دلوقتي بسبب السفر بس، زي اتعلمت. بصي انت هتروحي مثلا سايله هو سافر اماكن الكالتشر نفسها مختلفه بطريقه ان هو ولا الاكل هو ولا الناس هي، هيشوف قد ايه هو مثلا سايله. لو انت مربيه بنتك بقى هي وهي صغيره معاها سمارت فون وبتروح مدارس وكده، هيشوف ناس لسه قاعدين بالموبايل ابيض واسود لحد دلوقتي لحد سنه 2022 او 23. في شعوب لسه عندهم موبايل ابيض واسود، في ناس لسه بتدفى على نار ما عندهمش دفايه، في ناس لسه قابلنا واحد انا واختي في سريلانكا لحد النهارده فاكراه قاعد بقاله 70 سنه بيحوش عشان مثلا يطلع عمره، والعمره واقفه على 5000 جنيه وهو قاعد حياته كلها مكرسها ان هو يجمع المبلغ ده عشان يروح يعمل عمره 70 سنه. عارفه يعني ايه 70 سنه؟ والكلام ده كان قبل الكوفيد. وان انت تيجي تساعديه بحاجه ما يرضاش. فانت نفس يعني عموما هيرجعوا لا حته الساتسفاكشن والرضا وان هم يحمدوا ربنا على كل حاجه. هتلاقيه بقى مش متذمر انه كل يوم بيخبط مشوار ساعتين عشان يروح المدرسه، مش متذمر من الشغل، مش متذمر ان المصروف قليل. هو بجد السفر بيعلم حاجات بعيد جدا من حته الخوف. انا مسافر اتفسح وانا مسافر اتبسط، لا في جانب كده في السفر ملوش علاقه بالصور الحلوه والانبساط والكلام ده كله، ليه علاقه بتهذيب النفس او بتهذيب الشخصيه نفسها. يعني دلوقتي زمان حد يسالني نفسك تروحي فين اقول او ماي جاد انا عايزه اروح سويسرا، انا عايزه اروح باريس. دلوقتي يسالوني عايزه تروحي فين البلد الصغير، انا عايزه اروح غانا، انا عايزه اروح كينيا، انا عايزه ابني بير في زامبيا مثلا. الشخصيه نفسها انت بتتعلمي حاجات لو راحوا 100 جامعه ومدرسه صدقيني تكوين الشخصيه نفسه انت نفسك هتبقي حابه اصلا هم يتعرضوا لمواقف تعلمهم ازاي ما يخافوش، ازاي يحموا. يعني بدل ما تخافي على بنتك مثلا طب قولي ازاي تحمي نفسها ان هي وهي في بلد ما تتاخرش عن الساعه 8 بالليل، ان هي تنزل جنب السيتي سنتر، ان هي تنزل في فندق يكون توب ريتد مثلا او ان هو معروف شويه، ان هو او عليه قبل حد ادى عليه كذا حد ادى عليه ريفيوز والحاجات دي بتتعرف بسهوله دلوقتي، ان المكان ده امان. انت هتخليها هي تتصرف وتقول لك انا هامن نفسي ازاي او ازاي انت تفضلي مطمنه عليا على طول، بدل ما احطها في ركنه ان هي خايفه وان انا خايفه وهي خايفه فتطلع شخصيتها مش عايزه اقول شخصيه مهزوزه شويه بس هتطلع شخصيه على طول في خايفه تتكلم مع الناس، خايفه تتعامل، خايفه تشتري حاجه جديده. لا علميها هي بنفسها تاخد قرار من نفسها وتقول لك انا ازاي هبقى في امان في البلد دي، لان في خطوات كتير قوي متبعه للاكل. هي ما تمشيش بدهب مثلا في البلد، في حاجات كتير. مي اللي انت بتقوليه ده هنرجع برضو نقول علشان مي بتقول انه انا هاخدها وهسافر معاها، اللي انت بتقوليه ده مش هيحصل الا لو سافرتي لوحدك. يعني وعايزه اقول لك على حاجه، يمكن احنا الدين امرنا بكده، يعني جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا سافروا تصحوا ألم تكن أرض الله واسعة لتهاجروا فيها. كل ده ربنا قال لنا وما قالش الرجالة،
قال الستات وما قالش برضه لوحدنا. لا 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 مفيش ما يمنع في الدين، مفيش ما يمنع طول ما معاكي صحبه امنه. ما يمنع انما برضه كل اللي هي مايا قالته دوت انا جدا سبورت دي، وانا جدا مع الفكره. ولازم الانسان يعني هقول لك على حاجه، انا النهارده مسؤوله وام واقدر اروح واجي وبعمل كل حاجه لوحدي في حياتي، وتربيت كده وكبرت كده وهربي برضو ولادي كده. مش معنى كده ان انا الخوف بتاعي هيقتلهم او الخوف بتاعي يخليهم ما يكتسبوش اي خبرات من الحياة، لا بالعكس. انا كل الحكاية ان انا قلت مش لوحدها، مش معنى ان هي تبقى معي ان انا هلغي شخصيتها، مش معنى ان هي مسافرتش لوحدها ومع اصحابها ان هي مش هيبقى عندها خبرة تعرف تتصرف في المواقف. بتاعها خلي بالك انت مصدر الامان بتاعها، هتفضل طول الوقت من غير ضغط. لا ما هي طول الوقت هتفضل تستنى مصدر امان، ده ممكن يعملها مشاكل برضو مع جوزها، برضو انها تبقى معتمده اعتماد كلي عليه في كل شيء. صدقيني يعني احنا وصدقيني برضو ساعات ده بيبقى سبورت. يعني انا بعتمد طبعا على جوزي في كل حاجه، انما هو بيسيبني في حاجات كتير جدا لوحدي، عارف وواثق ان انا هعرف اتصرف، بعرف اتحط في مواقف كتير وبعرف اتصرف فيها بحكم شغلنا كمان، بنتحط في مواقف كتير، بنتعامل مع بني ادمين كتير وخصوصا البنات. انت ضد السفر، سفر البنت لوحدها خوف عليها من حاجات ليها علاقه بالامن والامان، ولا خوف عليها من الغلط؟ لا خوف عليها ليها علاقه بالامن والامان، الغلط او الصح هيتعمل حتى لو اخر الشارع اللي انت ساكنه فيه. لو هي عندها فكره الغلط والصح محسومه من الاول، يعني هي عارفه حدودها في الغلط والصح، بتخاف من ربنا في الغلط وفي الصح، ده ملوش علاقه خالص ان انت تخافي من حته ان هي اللي تغلط. مش محتاجه تراقبيها، انت محتاجه توجهيها للغلط والصح. انما فكره الامن والامان في المجتمع النهارده اللي احنا فيه ده، لا نحط في الاعتبار ان امبارح مش زي النهارده، زمان مش زي بكره، الموضوع مختلف خالص، ولازم لازم نحسب له الف حساب. مي لو انا مامتي زي استاذه مي مش راضيه خالص، اقنعها ازاي ان انا مش هتقتنع؟ على فكره بيتفرجوا علينا النهارده. بتتفرج علينا؟ بتتفرج علينا وهتعملي لي ليله لما اروح. تعالي معانا، تعالي معانا. طيب حاجات كتير جدا، يعني اولها ان انا مش هبتدي، او زي ما قلت مش هبتدي اسافر ان انا اقول انا رايحه وات ايفر زيمبابوي او موزمبيق او بلد محدش سمع عنها ما يعرفش عنها حاجه، هبتدي ان انا اسافر جوه مصر. طب انا هطلع اسكندريه، طب تعالي معايا مره مثلا، تعالي معايا، ما عنديش مشكله ان انت لو انا بنتك مثلا ان انت تسافري معايا مره في الثانيه في الثالثه، سواء جوه مصر او بره مصر، لحد ما تشوفي بنفسك. هقول لك حاجه، انا مامتي مثلا، انا برضو اهلي كانوا معترضين على فكره، مش اللي هو اتولد ويلا بس هي مثلا هي معترضه على شرق اسيا، فانا مثلا في مره رايحين ماليزيا وسنغافوره، طب ما تيجي معانا تشوفي الدنيا عامله ازاي. فجت لقيت لا البلاد كويسه، فيها امان، فيها كاميرات، الشعوب الناس طيبين قوي، امان جدا، فخلاص فهي اطمنت. فهي واحده بواحده، يعني ابتدي سافري معاها جوه مصر، سافري معاها بره مصر، لحد ما يبقى عندك تكت لا هي تقدر تتعامل لوحدها، فخلاص انا هسيبها. احنا للاسف فقرتنا خلصت، كل واحده فيكم الحمد لله رساله. فقرتنا الحمد لله خلصت من الخناقه. لا الحمد لله. قولي رساله لاولياء الامور اللي ما بيسفروش، اللي بيسفروا بناتهم. لا مش انا مش مع ضد، انا مش ضد الفكره، انا ضد ان ده يحصل في حاجه تخصني انا. في ناس كتير عندهم فكره ان ده عادي وان ده يحصل عادي زي ما احنا قلنا من الاول، وطبعا اكيد هم ليهم تجربه وليهم ان هم شايفين ان دي حاجه كويسه وصحيحه ان مفيش فيها مشكله، انما هي بتختلف برضو. انا ستيل خايفه وستيل بقول لا، والمامز بالذات لا ما تعملوش كده، خصوصا في الاطفال في الزمن ده ما ينفعش. استاذة مي سافروا او سيبوا بناتكم تسافروا، هيشكروكوا لما يكبروا. بس بشكركم انتوا الاثنين، نورتونا في النهايه، يعني كل واحد له وجهه نظر. الحمد لله خلصت المشهد دي صور. يعني الحمد لله احنا كبرنا. لان انا ماما بقت بتسيبني اسافر، انا بابايا طول عمره بيسيبني اسافر الحمد لله، يعني انت ماما بس هي اللي ما توافقش. خلصت فقرتنا الحقيقه، نورتونا وسمعنا طبعا وجهتين النظر، كل واحد ليه اسبابه، كل واحد ليه افكاره اللي مقتنع بيها، المهم انت اقتنعت بايه ومع سفر البنت لوحدها ولا لا. تقدروا تشاركونا وتقولوا لنا رايكم، لكن خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا. استنوا